يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بيكم يوم جديد وحلقة جديدة، وصباح الصحة والجمال. يا رب دايما تكونوا في سعادة وصحة إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، بمناسبة 2019 سنة جديدة يا رب علينا كلنا وعلى الشعب المصري كله إن شاء الله. الحياة الزوجية الصحيحة هنتكلم عنها، إيه هي الحياة الزوجية الصحيحة وإزاي نتكلم عنها بطريقة ومفهوم أكبر. طبعا في البداية المجتمع بيطلع كله من البيئة والأسرة، طبعا لأن أهم حاجة الأسرة، وإن إزاي نعالج الحياة في الأول. ثانيا هنتكلم عن ايه هي اهم الاسسيات في العلاقات الناجحه، هنتكلم عن ايه هي المهارات اللي ممكن نستخدمها لتحسين العلاقه الزوجيه او المطلوبه للعلاقه الزوجيه، لان في البدايه وفي الاخر الحياه الزوجيه الناجحه بتاثر تاثير ايجابي على الاطفال، بتاثر على الحاله المزاجيه والحاله النفسيه للست والرجل طبعا، وفي الاخر بتاثر على المجتمع، لان البيئه والاسره هم في الاخر المجتمع كله. تعالوا نتعرف مع بعض حاجات جميلة جدا على ان احنا ازاي يكون عندنا علاقة ناجحة مع الدكتورة أميمة السيد، استشاري العلاقات الزوجية والتربوية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل عليك يا شيرين وعلى كل مشاهدينا. اهلا بيكي، شرفتينا. اهلا بيكي. اسمك جميل زي اسم مامتي فبحبه جدا. ميرسي يا بنتي. أهلا جميلة يا دكتورة. ميرسي دكتورة. في البداية طبعا ازاي يكون عندنا علاقة ناجحة، علاقة زوجية ناجحة؟ طبعا في ناس كتيرة جدا مع ضغوط الحياة ومع الحياة اللي احنا بنشوفها، فبيحصل توتر وبيحصل قلق جامد جدا، وكمان في الفترة الأخيرة انفصال كتير جدا، فده بيأثر طبعا على الطفل وعلى النشأة وعلى البيئة وفي الآخر على المجتمع ككل. طيب حضرتك في الأول إزاي يكون عندي علاقة ناجحة في البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول في البداية قبل الزواج نفسه لابد من اختيار موافق لشريك الحياة، سواء من الجنسين أو من الطرفين. يعني كل واحد مقبل على الزواج لازم يفكر كويس جدا ايه المواصفات اللي هو عاوزها في شريكة حياته وحبيبها وناوي يكمل معاها فعلا. يعني الاختيار الصحيح لشريك الحياة ده من أهم أسباب النجاح للعلاقة الزوجية؟ طبعا. لان اي مشروع في حياتنا يا شيرين، اي مشروع لازم يكون قائم على دراسه سليمه. يعني زي ما بتعملي اي مشروع مفروض بتعملي له دراسه جدوى. مظبوط. فالاولى ان احنا نعمل لاهم مشروع في حياتنا اللي هو الزواج، اللي هيبنى عليه بعد كده كل حياتنا وابنائنا ومسؤولياتنا الكبيره قوي امام ربنا اولا ثم امام المجتمع. صح مظبوط. فعلشان نكون ناجحين في اختيار شريك الحياة لابد من دراسة الجدوى دي. ازاي؟ يعني ابتدي بايه بقى؟ اختار ازاي؟ اختار شريك الحياة ازاي؟ اول حاجة كل واحد بيكون له عنده مواصفات في مخيلته، او يمكن صفات هو وضعها بيتخيلها في الشريك الاخر. ده مش عيب ومش وحش ابدا، بالعكس ده شيء صحي جدا، لان زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا ان الرجل عشان يكون سعيد مع زوجته تكون هي زوجه صالحه، من مواصفات الزوجه الصالحه اذا نظر اليها سرتها. مواصفات الجمال اولا طبعا بتختلف ما بين يعني مساله نسبيه وبتختلف من شخص لاخر، فبالتالي احنا لا نقيس على شكل معين ولا على لون معين ولا على هيئه معينه، كل واحد سبحان الله ربنا جعل له يعني شريك الحياه ده هو الانسان اللي هو فكر فيه او بيتمناه عكس الاخر تماما، يعني عكس صديقه وعكس اخوه، فبتلاقي بس اوقات يا دكتوره طبعا بس اوقات بتلاقي ان البنت بتبقى نفسها واحد زي باباها مثلا، الولد بيبقى نفسه زي مامته. ده مش سيء. ما دي من برضو ما هي دي اللي انا بتكلم عنها، انك تبقي محدده ايه هي المواصفات اللي انت عاوزاها في شريك حياتك.
ليه؟ لأن هو ده الإنسان اللي هتنظري له وترتاحي معاه نفسيا، وكمان ده اللي هيفضل معانا إن شاء الله، يعني ده عمر وحياة. فبالتالي لما بيجي مثلا يكون في ارتباط مبدئي، هنا بقى بيكون في القبول وعدم القبول، بتيجي من النقطة دي. هو ده الإنسان اللي أنا بتمناه، أو هي دي الإنسان اللي أنا في مخيلتي. أنا بنصح أي شاب اي شاب وفتاه يعني ما يتنازلوش ابدا عن المواصفات 90% على الاقل من المواصفات اللي هم نفسهم فيها، لكن ما يبالغوش. يعني ممكن تكون في مواصفات بتحمل مواصفات اخرى، او ايه بيعول عليها من مواصفات اخرى، بمعنى ان مثلا مش لاقي كل المواصفات الشكليه في الانسانه دي، لكن اخلاقها ممتازه، وهي دي الانسانه اللي ممكن يعتمد عليها تكون ام لابنائه. بالظبط، لان ما فيش حد كامل طبعا، كل واحد فيه عيوب وفيه مميزات. بس احنا نبص بقى للركن اللي فيه مميزات اكتر طبعا. تمام، الركن اللي هو بيثقل كافه الميزان عند الطرف اللي هو بيختار. مظبوط. عفوا، هو بس البرد. لا عادي. الف سلام. الله يسلمك. فعايزه اقول ان في بعض الصفات طبعا كل زي ما بقولك بتختلف. نيجي لأهم نقطة بعد كده، اللي هي نقطة التكافؤ. التكافؤ ما بين الطرفين، التكافؤ في التكافؤ الاجتماعي، التكافؤ الثقافي، التكافؤ التعليمي والتعليم. هو لازم تكون الايديولوجية يعني مش مختلفة إلى حد كبير، أو مش متباعدة، عشان ما يحصلش بعد كده صدام فكري، وبعد كده نلاقي نفسنا إن إحنا إيه ده هو بيفكر في طريق وأنا بفكر في طريق تاني. ده على فكرة ده من أنجح أو من أهم السبل لنجاح العلاقات. أي علاقات يا شيرين؟ يعني مثلا عندك علاقة الصداقة، أوقات يقول التكافؤ دلوقتي بقى يقولوا بقى قديم، يعني التكافؤ. لا مش قديم إطلاقا. إطلاقا، ما هو لو قلنا قديم هنا بتبدأ بقى يحصل الخلل. ليه؟ لأن هنا بنقول إيه؟ لا، إحنا مش لازم يكون هو مثلا متعلم زيي، أو معاه نفس الشهادة العالية قوي قوي. هو مثلا يعني دراسته متواضعة، مع احترامي لأي حد دراسته متواضعة، وهي مثلا معاها مؤهل عالي جدا، وفي فارق كبير وتباين في التفكير وفي الأيديولوجية وفي الثقافة عموما يعني. وبتلاقيه هو مش متجاوب معاه في أي حاجة، أو العكس. ليه؟ عشان هو مثلا معاه الجانب المادي أعلى، عشان هو مثلا حد ريتشي، ومفروض ان هو بقى هي هيعيشها في مستوى مادي مرتفع، وبالتالي يبقى انا كده هتنازل عن الفكرة او المستوى الثقافي وتفكيري عموما والتعليمي والاجتماعي في سبيل المادة. هنا بيبدأ بقى ايه الخلل. ليه؟ لان احنا في الاول قلنا زي ما بتقولي، لا احنا كان تفكير قديم. طب ما هو التفكير القديم ده كان بيصلح العلاقات الزوجية وبتستمر، لكن حاليا اللي بيحصل بقى ايه؟ التفاوت والتباين ما بين الفكر والتعليم والمستوى، يعني عدم التكافؤ. هو ده. والتكافؤ بقى في عدة اشياء في كل هنا يعني. يعني ممكن نتنازل في جزئية صغيرة ما تكونش مؤثرة، ولكن لما نتنازل في جزئيات كثيرة جدا، يبقى هنا بيبدأ الخلل، ممكن تفشل العلاقة الزوجية. مظبوط يا دكتورة. طيب بعد اذنك ناخد تليفون معانا. هدى، صباح الخير يا هدى من اسوان. ايوه، صباح الخير عليكم. اهلا، صباح النور يا هدى. متابعينا؟ متابعة حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحتي، انا متجوزة بقالي 4 سنين. وجوزي كويس معايا وكل حاجة يعني، بس لو حصل طبش بيني وبين اهله، بحس ان هو بيعجي عليا انا. يعني بحس ان شخصيته ضعيفه شويه مع اهله. انا ما بطلبش منه ان هو يجي على اهله، بس برضه بحب ان هو ايه ينقصني كده ولو مره قدام اهله. اهله دول متمثلين يعني اخته وحريم اخواتي، يعني سلايفي. يعني انت تقصدي ينصفك قدام عيلته؟ ينصفني يعني ولو مره حتى كده، فدايما هو. طب انت بتبقي على حق، انت عارفه ان الغلط من عندهم هم. انت بتبقي على حق يا هدى. انا ببقى دايما على حد وكده، فدايما هو كويس وكل حاجه، بس الحته دي ان هو بحس ان هو يعني بيجي عليا. ويعني اهله دول متمثلين في حريم اخواته اللي هم سلايفي، واخته يعني اخته انيسه وكده، بس يعني مش انيسه اللي هي منكسره، بس هي انيسه كده، بس ان هي متعجرفه في المعامله. يا حبيبتي، اوكي. متعجرفه شويه يعني، ممكن تغلط اخوها الكبير اللي هو جوزي.
طيب اي سؤال ليها يا عايزه اعرف دكتوره؟ من الدكتوره يعني ازاي انا فيها اتعامل، جاوبها ان شاء انا الله. بتعامل وبتجنبهم على قد ما اقدر يعني، يا ابدا بعيد كده يعني، بحاول ان انا اتجنبهم عشان المشاكل وكده، وعشان حاول يعني تتجنبهم عماره البيت تماما. ما يبقاش يعني في انهيار للاسره وكده يعني. اوكي يا هدى، الدكتوره هترد عليكي دلوقتي حبيبتي. اوكي تابعيني. مشكلة يا دكتورة طبعا بتقابل ستات كتير في العائلات، ولما يقعدوا في الأجازات أو كده بيحصل شوية خلافات، لأن ايوه طبعا السلايف هي بتحكي دلوقتي وإخوات جوزها اخواتي وبتقول نفسي ينصفني، يعني بتقول نفسي ايوه مرة ينصفني ويقول أنتي معاكي حق. هدى، انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا. حبيبتي، احنا لما بنيجي نتزوج مش بنتزوج من طرف واحد فقط، لازم بنكون عارفين تماما ان الزوجه دي بتبقى داخله على عيله، حتى لو ما معاشتش معاهم، حتى لو هي ما سكنتش معاهم في نفس المنزل، سواء في غرفه او في شقه منفصله، لكن هي عارفه ان هي داخله على حياه متكامله. عمام زي ما هو، زي ما اخواتك هم خلان اولادك، كمان من حق الزوج ان يكون اولاده اللي هم عمام وجد وجده واهل، يعني انا مش عايزه اقول لك ان كل واحده لما بتفكر ان هي تدخل بقى ان هي تستحوذ عليه، لا، دي انا مش شايفه ان انت في كلام، انا شايفه ان انت طيوبه بس وجميله، احنا مثلا مش يعني مش عايزه تستحوذي عليه، لكن في بعض المشاكل ازاي بقى تتعاملي معاها. كل واحده لازم تهيئ نفسها نفسيا لتقبل الطرف الاخر من اهل الزوج، ونعمل كمان حسابنا يا كده، دكتورة ممكن لازم يكون نعمل حسابنا يا وحيد، شيرين. فممكن يكون متدلع يعني، مدلعينه أو ممكن ايا يكون كان بقى، بيغيروا عليه قوي، ايا كان، بتحصل برضو. بتحصل طبعا. احنا بنتكلم في المجمل العام يا شيرين، المفروض نكون عندنا الاستعداد ان هو عنده اهل وعنده اطراف اخرى داخلين في الموضوع، وزي ما هما اهلي برضو بيخافوا عليا وهيدخلوا في الموضوع. فايه هنا بقى ذكاء الزوجه يا هدى، ان انت تقدري تحتوي زوجك من ناحيه، ومن ناحيه تانيه تقربيه لاهله مش تبعديه. طيب يا دكتور، ممكن يكون اللي هو يعني من ناحية المادية مثلا بياخد من أهله فلوس أو حاجة، فممكن يكون مرتبط أو بيطلعهم هما اللي صح وهي اللي غلط. حتى لو فرض لا، هو ممكن يكون ذوقيا، يعني هو لو انت بالعكس، ده الموضوع ده يطمنك، ان ما كانش له خير في اهله مش هيكون له خير فيكي ولا في اولاده بعد كده، ده شيء يطمنك جدا. فانت هنا لازم تستعملي ذكاء الزوجه وذكاء الانثى، ازاي تحتوي زوجك واهله. دي احلى حاجه. شيء كده، حاجه على بعضها كده، يعني تتعاملي ازاي مع اخته، حاولي تكسبيها لصفك، يعني مش لازم يبقى في تنافر، مش لازم تحسي ان هي علاقه نديه او هي مساله غير عشان هي لم تتزوج او هي متزوجه وفي مكان اقل منك او كذا او العكس، يعني لا، احنا عايزين نقول ان المفروض ان الزوجه هي اللي عليها هنا في ايديها، هي الكره في ملعبك انت دلوقتي، وكفه الميزان انت اللي بتوزنيها. فالمفروض ان انت ما توصليش زوجك برضو لمرحله ان هو يكره الدنيا عشان خاطر مشاكل حاصله ما بين، وشوف شوف امك وشوف اختك وشوف بنت عمك، لا، لازم تحتويهم كلهم وتحاولي تهادوا تحابوا، هديه بسيطه، كلمه حلوه تقوليها لها، حتى لو هي سمعتي منها اساءه، لو كل مره بتسمع منك كلمه حلوه انت هتقدري تذيبي هذه الخلافات وهذه الـ 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 الاشياء المترسبه في النفسيات. ما تضمنيش مظبوط. مين قال لها ايه عنك او ايا كان تدخلات خارجيه، فانت تحتوي الموقف، خليهم كلهم يحبوكي وانت هتحبيهم بعد كده ان شاء الله، خلي البدايه منك انت. طبعا يا دكتوره، الكلمه الطيبه طبعا حلوه وصدقه وجميله جدا، الكلمة بس برضو الطيبة الزوج الصدقة. ليه عامل اكيد لما يروحوا البيت يقول لها فعلا عندك حق، يا ريت بعد كده نتكلم بهدوء هي او بقى يحصل هنا لازم حاجه تكلم الزوج. يعني. هو وكمان الزوج المفروض بقى يعني، بقى يعني المفروض في البيت مثلا يقول لها يعني، يحسسها ان هي فعلا ست وليها كلمه وليها حق في كل حاجه برضو. اكيد، ما هو احنا هنا دلوقتي الزوج مش سامعنا، انا بكلمها هي لان هي صاحبه المشكله، هي مظبوط. اللي سأل السؤال. انت يا هدى دلوقتي لما بتتكلمي مع زوج، خلي بالك ان من البيان لسحرا، الزوج ده جميل، الزوج ده عنده اذن موسيقيه بتسمع حاجات جميله جدا، انت لو احتويتي اذنه وقعدتي تقولي له ان انا بحب كذا ومش بحب كذا، ويا ريت ان انت ما تحرجنيش قدامهم، تلفتي نظره لبعض الاشياء اللي ممكن يكون بتشعري ان هي اهانه مثلا ليكي امامهم، يا استاذ فلان او اللي هو زوجي، يا زوجي يا جميل انت، وبكلمتين لطاف جدا
بتستخدمي سلاح جميل جدا ورقيق جدا، ان هو مش سلاح للحرب ما بينك وبينهم، لكن خد بالك انا بتضايق من كذا والموضوع ده بيضايقني، فهنا بقى انت تحتويه اولا ثم تحتويه زي ما حضرتك قلتي، ذكاء بقى الست هنا. أيوة في طبعا. المعامله صح مظبوط. ده معانا تليفون. صباح الخير اسماء. صباح الخير يا اسماء. الو. فضلت معانا مده طويله. طب يا دكتوره ازاي بقى اختار شريك حياتي عشان بعد كده ما يحصلش مشاكل فيما بعد؟ زي ما احنا قلنا قبل كده ان في مثلا بنت بتختار زي باباها بالظبط، انا عايزه واحد زي بابي بالظبط، في ولد زي مامته طبعا بيميلوا شويه بقى للام اكتر. طيب دلوقتي عشان خاطر بقينا عندنا تكنولوجيا وعندنا تطور وعندنا حاجات كتيره جدا، فالاختيار بقى صعب. نبتدي ازاي يعني نبتدي نختار ايه الاول؟ بالنسبه لل يعني كل واحد فيه صفات مشتركه، المفروض ان هما بيكون دي اساسيات في اي علاقه زوجيه لازم تكون مشتركه، اللي هي يعني الاخلاقيات العامه والالتزام بالتعليم الدينيه ايا كانت الديانه بتاعتهم. ولكن للزوج انا بقول له او الشاب او وبرضه البنت او الفتاه يعني ابحث عن الام. الام هي اللي بتربي، الام هي اللي بتسقي بنتها من سلوكياتها. لو انت عارف ان الام دي طبعا في اختلافات، احيانا بتكون الام مربيه والبنت بيكون في بعض الانحرافات، ولكن من الاساس بتكون الام، يعني صح. بتكون الام هي يعني لو انت لاحظت الام هو المجتمع كله. الام هي ده الام دي عامل خطير جدا في كل شيء في حياتنا، هي اللي بتطلع دي هي مش الاسره نواه المجتمع، دي هي نواه المجتمع. مظبوط. انا عايزه اقول لك يا شيرين ان الام لو هي مثلا صوتها عالي البنت تلقائيا بيبقى صوتها عالي. لو هي ام منحرفه بتكون البنت منحرفه. صح. وفي امثله كثيره جدا، امثله عربيه وفي مجتمعنا المصري على انها مثقفه ومتعلمه برضو، تلاقي جو البيت والاسره كلها لو الام هاديه وبتتعامل بهدوء هي مش مسيطره في البيت على الزوج، بتلاقيها لا بتلاقيه الوضع مختلف بالنسبه للبنت. بقول لك فعلا بيبقى في اختلافات. خلينا نتفق ان في اختلافات ما بين يعني في التربيه الحديثه، لان احنا بنربي اولادنا وبيطلعوا على عكس ما احنا احيانا ربيناهم احيانا يعني. مظبوط. ولكن عشان بس المجتمع والصحاب ده كله بينعكس طبعا في تدخلات كثيره جدا، مؤثرات خارجيه كثيره على الاولاد فبينعكس فعلا على البيت. لكن انا عايشه مع امي، انا عايشه مع الام. الام دي هي العامل الخطير قوي، الباور بتاع الحياه كلها. فانت ابحث عن الام. البنت بقى لما بتيجي تختار شريك حياتها بتختار الرجل. طب هناخد اسماء عشان نتصل طيب. التاني بس ونكمل حوارنا. صباح الخير يا اسماء من الشرقيه. السلام عليكم. اهلا عليكم السلام. انا ممكن اكلم الدكتوره عن اسمي؟ اتفضلي. بس عندك كام سنه؟ انا متجوزه معلم، بقالي متجوزه يا دكتوره بقالي 7 سنين. 7 سنين. بعدين يعني ايه، انا معلش يعني انا طيبه وكل حاجه وكده، باين على صوتك، وزوجي حلو يعني طيب وكل حاجه، بس دايما لما كنت قاعده مع العيله تحت دايما بيشيلني مخليني مش حلوه. مشكله. انت مش بتعملي حاجه حلوه، انا عملت اكل حلو ولا كده لاخواتي ولا كده، هم هنا يوم جمعه ولا حاجه، دايما مشيلني خالص ومخليني كارهه نفسي ومش عايزه اعمل حاجه حلوه. مش عارفه اعمل ايه صراحه. وانا لما كل ما يقول لي على حاجه اقول له ماشي، عن حاجه دي انت عايزه اعملها لك اقول حاضر. اسماء بقول حاجه صراحه. اسماء يا حبيبتي قولي لي انت عندك كام سنه؟ انا عندي 25 سنه. يعني متزوجه وانت عندك مثلا 18 سنه؟ ايوه. طيب هو في فارق تعليمي ما بينك وبينه؟ ممكن بالله عليك يا دكتوره ترد عليا، اصل انا صراحه حالتي النفسيه تعبانه خالص. عيوني يا حبيبتي الف سلامه عليكي وعلى نفسيتك. اسمعين. اوكي اسماء تبين يا حبيبتي مشكله كبيره جدا يا دكتوره. دي مشكله متكرره جدا ودايما بتعرض عليا وبتجيني من كل انحاء العالم يا شيرين. والمشكله بصي النفسيه بقى خلاص يعني مهما يعمل مهما يسوي تلاقي خلاص اكتئب. انا كنت عايزه اسال عندها اولاد ولا لا، لان طبعا الاولاد هنا هيفرقوا. للاسف هي في ازواج كتير جدا ما عندهمش اي تاهيل
لاستقامة الحياة الزوجية وازاي يتعاملوا مع زوجاتهم. والجميل بقى دلوقتي ان احنا بنعمل ده، يعني ان هو الارشاد اللي ما قبل الزواج دلوقتي جميل جدا، لان احنا منفتحين على العالم الخارجي وبنشوف حاجات كتير جدا عن طريق الانترنت مزبوط. ما كانتش موجوده زمان. زمان ما كانش فيه التاهيل ده، لكن لان كان التاهيل كان بسيط جدا، من كل من كلمتين بيقولهم الاهل. لكن دلوقتي لا، هي بتشوف حاجات وهو بيشوف حاجات تاني، وبيتمنى حاجات، وبيشعر ان الزوجه اللي هي عنده في البيت دي مش ايه، مش مجرد هي دي يعني، مش زي الحاجات اللي بيشوفها التانيه. بتشتغل وتطبخ وتاكل وبس. بصي بقى يا اسماء، عايزه اقول لك حاجه يا حبيبتي. انت تزوجتي صغيره جدا، مش صغيره جدا يعني، في بيتزوجوا اصغر من كده، لكن يبدو ان انت فعلا طيوبه، فما كانش عندك الثقافه الكافيه ان انت تمرني نفسك او تقري كتير عن الحياه الزوجيه اللي انت داخله عليها دي. خلي بالك الزوج مهما كان مستواه او فرق التعليم، انت ما جاوبتنيش يعني هو مين اللي هو اكيد طبعا هو متعلم اكتر، فبالتالي ثقافته اعلى، فبالتالي هو بيدخل على الانترنت بيقرا بيتثقف اكتر بيواكب العصر، وانت شاعر ان انت مش مواكبه للدنيا بتاعته. حاولي ان انت تقري كتير، اكيد انت متعلمه وبتعرفي تقري، حاولي تثقفي نفسك، ادخلي اقري، ادخلي على الانترنت اقري كتب، حاولي تثقفي نفسك، ارفعي نفسك لمستوى الفكري وابدأي اتكلمي معاه. يعني لازم يكون في لغه حوار مشتركه بينكم، ما تقطعيش جسر او ما تهديش جسر الحوار ما بينكم يا حبيبه قلبي. ليه؟ لان ده مهم جدا لنجاح اي علاقه زوجيه. حافظي على زوجك سواء عندك اولاد، انا لسه ما سالتهاش. مظبوط. بس الحوار يا دكتوره متهيألي بقى انعدم، مش موجود دلوقتي خالص. ما هو احنا اللي خلينا ينعدم يا شيرين. بس انا متهيألي بيبدا من الراجل الاول، لان هو بيخش البيت. احنا الاثنين دي مسؤوليه مشتركه. الموبايل ما بيديش حوار، ما فيش اي. والزوجه بتعمل كده دلوقتي. الزوجه بتعمل كده، دي مسؤوليه مشتركه. لازم كل واحد فينا يعرف ان هو المسؤوليه عليه قبل اي حد، ما يحملش حد تاني مسؤوليه. يا جماعه استاذه شيرين بتقول حاجه مهمه جدا دلوقتي. هي للاسف هو السلاح اللي بيقطع اوصال العلاقات الزوجيه حاليا. يا جماعه احنا في كارثه مش عارفين مداها. ربنا يعافينا جميعا. حالات الطلاق بتزيد، المشاكل الزوجيه بتزيد، الابواب مقفوله على مشاكل متلتله، وابواب مقفوله على مشاكل ونفسيات مختنقه وممكن حالات انتحار. وما بنعرفش مظبوط، احنا مش عايزين ده يحصل. صح، احنا مش عايزين ده يحصل خالص. طيب دكتوره باين اسماء رجعت معانا تاني عايزه تقول سؤال. اهلا يا اسماء، اتفضلي. ايوه يا دكتوره، اتفضلي يا اسماء. معاكي. انا دلوقتي عندي ثلاث اولاد. طيب حلو قوي، انا كنت متوقعه ده وكنت هقوله دلوقتي. هو جوزي واخد تعليم اكتر مني. طب ولاد وبنات؟ ولاد انا دايما يعني لما يجي يقول لي انت عملت الحاجه الفلانيه غلط، اقول له ماشي، يعني انت شايف اعمل الحاجه ايه؟ يقول لي اعملي الحاجه الفلانيه. اقول له حاضر، يعني بسمع منه وبتكلم، بس وقت ما باجي انا اتكلم اقول له حصل كذا وكذا بين مامتك وبيني، مش يرضى يسمع مني يا دكتوره. طيب يا اسماء، اوكي. يقول طيب. دايما انت مش وحشه، انت مش عارفه ايه، اهلك هم اللي مخلينك كده، مش مع ان والله اهلي طيبين، يعني مش عشان احنا على التلفزيون ولا على لا يا حبيبتي، انت صوتك باين يا اسماء. هم اهل الشرقيه كلهم طيبين، انا بحبهم جدا. الشرقيه ودول اكرم ناس، هم العظم والقطر. بحبهم قوي. لا هم اللي عندهم الحصان كمان الابيض وفروسيه جميله هناك كمان، مشهوره جدا الشرقيه. هم فعلا هم بقى اللي هم بيزوجوا بناتهم الحلوين دول صغيرين. مهرجان الخيول العربي. لكن انا بتمنى ان كل الجيل الصاعد ده يبدا بقى يؤهل ابنائه وبناته، سواء هيتزوجوا صغيرين اهلا وسهلا، ولكن يا ريت نؤهلهم نفسيا. انت عندك يا حبيبه قلبي ثلاث اولاد، الله يكون في عونك. ثلاث اولاد في 7 سنين، يعني معاكي ضفادع صغيره وحاجات وشقاوه ودنيا تانية عامله لك ايه قلبان في البيت، ومشغوله طبعا عن الزوج اكيد بتربيه الاولاد، باهتمامك بصحتهم بنظافتهم وكذا، كل ده بيشغلك عنه. انا مش عايزاكي بقى تتشغلي عنه، انا عايزاكي تقربي له قوي، عايزاكي تلمسي مشاعر الزوج،
مشاعر الزوج دي مهمه جدا يا اسماء، زي ما انت نفسيتك بتتعب هو كمان عاوز يخرج طاقته ومشاعره ورومانسيته وجمالها مع زوجته، بس هو مش لاقي ده في البيت، هو لاقي نفسه اتزوج كمان صغير مش كبير، يعني هما بيزوجوا. طب يا دكتوره، هل هي اتجوزت صغيره ده عيب ولا لا؟ مش عيب، بيؤدي الى مثلا لا مش عيب على فكره عشان العلاقه ولا ده صح يعني؟ هو شيء صحي، ولكن نكون مستعدين له، يعني يكون الشخص مستعد، كل واحد كمل تعليمه ودراسته وكذا، مش لازم بس تكون كملت. المشكلة دلوقتي يا دكتورة بقى لازم يكون عندنا فكر وعندنا وعي على الحياة الزوجية كويس، وده اللي انا بقوله. لازم يكون في تأهيل. انا بقولك زمان ما كانش في التأهيل ده، ودلوقتي بدأت فعلا اللي هي المراكز الأسرية مظبوط، والسوشيال ميديا كمان بتعلم وكل حاجه، عندنا دكاتره ما شاء الله ممتازين جدا. وحضرتك يعني كمان دلوقتي قلتي الاسماء كلمه حلوه جدا، ان هي تتثقف وتحاول ان هي تقرا، تحاول حتى لو ما فيش خالص ده في البيت تسمع حتى هي تبدا بقى تؤهل نفسها، تؤهل نفسها فعلا الاولاد بفكر فيما بعد عشان يبقى علاقتها مظبوطه، وكمان عشان الاولاد بيشوفوا كل الخناقات والمشاكل دي طبعا والحوارات دي، فده شيء لا هو طبعا واضح ان ما فيش مشاكل بتحصل ما بين لان هي بتمتص الموقف يعني وبتحتويه. ده جميل جدا، جميل جدا يا اسماء ان انت تحتوي الموقف، ولكن ما تسكتيش على الشيء وتتراكم المشاكل. كل موضوع يحصل اي حاجه عايزاه، يعني عايزه اقول لك ان اي شيء يحصل، موقف مش مريح بالنسبه لك، اساء ليكي نفسيا، لازم تتكلمي معاه بادب وبهدوء وباحترام وتفاهم وباحتواء وفي لحظات انسجام ولحظات يكون هو هادي نفسيا، ما يكونش مثلا متوتر من شغل، ما في شيء ضغط نفسي عليه، اختاري الميعاد المناسب، وانت اقدر على من اي شخص اخر انك تعرفي ايه الوقت المناسب لزوجك ان انت تتعاملي معاه. فانت عايزاكي لما يكون هو هادي كده تبداي تقولي له انا زعلت منك النهارده في كذا، ليه زعلتي ليه؟ او هيقولها لك بطريقه مش حلوه، ايه اللي زعلك؟ ايه انت ايه اللي مضايق؟ زعلتي اتفلقي مثلا او كده. لا بس هو ممكن يكون ده اسلوبهم، في بعض الرجال اسلوبهم ده كان شيئا لم يكن، كان انت ما سمعتيش الكلمه دي. ابدأي وتحاوري معاه، مظبوط يا دكتورة طبعا، ما بينك واهم حاجة صح، اهم حاجة الحوار فعلا والتفاهم في العلاقة طبعا. طيب دكتورة، تحبي تقدمي نصيحة ايه للي مقبلين على الزواج واللي بينهم دلوقتي مشاكل برضو في الحياة الزوجية، علشان يبدأوا سنة جديدة وسعيدة ان شاء الله؟ الوقت كده خلص بسرعة صح؟ يعني انت عارفة الوقت الحلو يعني معايا حضرتك جميل. انت اللي جميلة يا شيرين. بصي بقى، أنا هقولك على نصيحة أنا بقدمها لأي اتنين مقبلين على الزواج، وأي اتنين في أي علاقة بس الزواج أكثر. المفروض أن أهم شيء نعرفه أن كل إنسان أو كل شخص فينا عنده صفات وطباع، نوعين من الطباع، طباع مكتسبة وطباع متأصلة فيه. مزبوط. الطباع المكتسبة دي ممكن تغييرها، ممكن وسهل تغييرها حتى لو كان فيها صعوبة، لكن على المدار أو المدى البعيد بتتغير. الطباع المكتسبة دي اللي هي بتكون نشأة عن طريق التنشئة والبيئة والأسرة والأصدقاء والمؤثرات الخارجية وكذا، دي ممكن تغييرها ازاي؟ ان احنا ممكن كل شيء زي ما بقولك تقولي له، تعودي، تحاولي ان انت تعوديه على اسلوبك او تغيري منه عشان يكون في يعني وفاق وتفاهم وانسجام بعد كده، وبعد كده يقابل المجتمع بشكل بالظبط ده بالنسبه للطرفين وبشكل سوي. تمام. انما الطباع المتاصله فيه، لو انت استطعتي كزوجه وانت استطعت كزوج من قبل الزواج ان انت تعتاد عليها وتتعايش معاها، حاول ان انت تغيرها، وما تغيرتش يبقى تأقلم نفسك عليها وتأقلمي نفسك على ده. ليه؟ لان انت مش هتقدري تغيري، عشان ما يحصلش صدام. مظبوط يا دكتوره، مشاكل للأسف. نفسيه مشاكل نفسيه عشان طبعاً. نتفادى كل ده، أقلم نفسك على الطباع المتأصله ويحاول تغيير العادات المكتسبه طبعا، خصوصا الزمن الغريب ده اللي بقى فيه نسبه طلاق ونسبه انفصال بطريقه فظيعه، وفي الاخر الولاد هم طبعا اللي بيتاثروا بالحاجات دي كلها. طبعاً. بشكرك جدا يا دكتوره اميمه، وشرفتينا طبعا في حوارك الجميل ده. ميرسي حبيبتي، ربنا يكرمك. مشاهدينا يا رب تكون الفقره عجبتكم، وطبعا بنشكر الدكتوره اميمه السيد استشاري العلاقات الزوجيه والتربويه في حوارها الجميل. واهم حاجه العلاقه الناجحه هي الاستعانه بالله والدين والمبادئ والأخلاق. نرجع لزمان، نرجع للقيم، نرجع للمبادئ
علشان ولادنا فيما بعد لما يجوا يحتكوا بالمجتمع ويكبروا يكون عندهم دين ومبادئ. هي ده أساس العلاقة الزوجية والتفاهم طبعا والحوار. أشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة، وصباح الصحة والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال.